السلام عليكم غزالات، نتمنى انكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم كما تتشوفوا معايا انا مدخلكم معايا الكوزينه، غنبداو نوجدوا في الفطور. هذه الربعه ديال العشيه كالعاده غزلان دائما تدخل معطله الكوزينه، ما ان شاء الله غادي ما نحضرش شي حاجه اللي هي كثيره بزاف. كما تتشوفوا هنا اول حاجه غادي نديرها هو غادي نعجن بطيبيطات. كيف ما تتشوفوا معايا هنا راه بقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو، وغادي ندير معاهم كذلك داك دقيق ديال الشعير، تيجيو سمرين وهما اللي محتاجين نيت فهاد الصيام وداك الشيء تيعجبوني انايا. المهم كذلك هنا درت غير الخميره المعجونه ماشي الخميره البلديه، ومع شويه ديال زريعه الكتان والملحه. صافي دابا غادي ناخذ نعجن هاد الطبيطات. هنا عندي ني في الكوكوت كاين عندي البربده تتسلق، اما بالنسبه لهنا هذا الحليب جبناه الصباح ودرتو يفيض قبل ما نمشي نخرج للخدمه، دابا راه هو فاض وخليته يبرد هنايا، خليته يبرد على خاطرو. دابا غناخذ نقسمو ونديرو في البلاستيكات وندخلو للمجمد. صافي كذلك ان شاء الله باغا نحضر لاطا ديال السرديل في الفران، تتجي رائعه بزاف وسهله. تندير فيها فقط الدنجال والفلفله ومطيشه الحامض وبصيله. صافي هادو هما المكونات ديال هاد اللاطه هادي، وفعلا تتجي رائعه. مازال خاصنا نقطع هنا القزبر ومعدنوس. المهم هانتوما معايا. وهانتوما كما تتشوفوا معايا انا عجنتها، انا نخليها دابا ترتاح. كيف ما تتشوفوا راه تجي مطلوقه شويه بحال ما هكايا، ولاني مع دقيق القمح ومع دقيق الشعير راه تتشرب. دابا غادي نخليها ترتاح عاد باش ناخذ نبدا نكور فيها. دابا كيف ما تتشوفوا معايا انا غناخذ نكور دابا العجينه ديالي بحال ما هكايا. صافي وغادي نستفهم بحال ما هكا هنايا، نخليهم يترخفو شويه عاد باش نبدا نقرص فيهم. هاد الطبيطات تيعجبوني انا بزاف، مبقيتش درتهم من قبل رمضان، ايوا دابا كتاب ليهم هاد النهار هذا. راكم عارفين في رمضان الخبز ما تيتستهلكش بزاف. انا كيف ما تتشوفوا معايا انا واخا السرديل مغسول ولكن ضروري تنعاودو بحال هكايا شويه من النور. قولوا لي البنات شحال دار عندكم السرديل نتوما في مدينتكم؟ حنا وصل عندنا 20 درهم هذا اليوم، 20 درهم باش خدينا كيلو ونص هذه ديال السرديل. دونك دابا غادي نستمر عليا بحال هكا حتى نقضي كلشي هاد السرديل هذا اليومي، ونتلاقاو ان شاء الله باش غنحضر لاطا. هنا كيف ما تتشوفوا معايا انا وجدت شرموله ديال السرديل، تندير فيه بحال هكا قزبر ومعدنوس، واحد البصيله صغيره محكوكه رقيقه كما تتشوفوا، الخرقوم، سكينجبير، الابزار، تحميره، تندير فيه قزبر حبوب، تندير فيه كذلك الزعتر والهريسه، وغنزيد فيه مازال شويه ديال عصير الحامض وشويه ديال زيت الزيتون، واحد المعلقه كذا كاينه ديال زيت الزيتون. هادو هما المكونات ديال سميتو، كذلك تندير فيه واحد شويه ديال القرفه. ها هي جربوا هاد التتبيله هادي اللي كما شفتوا هي تتبيله عاديه ديال السرديل، ولكن اللي ضايفه فيها انايا القزبر حبوب مع الزعتر شويه ديال القرفه. هاد سميتو مع داك عصير الحامض مع زيت الزيتون وداك الشيء وهاد الخرقوم وسميتو سكينجبير وديك البصله محكوكه. دونك هادو هما المكونات، تيجي رائع بزاف بزاف. دابا غادي ناخذ نبدا تنخلط هاد سميتو مع عصير الحامض ونبدا نشرمل في السرديل ديالي. كذلك غادي نبدا نقطع في الخضره اللي غادي نديرها ان شاء الله في هاد اللاطه هادي. انتما معايا كيف ما تتشوفوا معايا عندي المكونات ديال هاد اللاطه، عندي الدنجال اللي قطعته بحال ما هكا رقيق، قطعته بحال ما هكا رقيق، عندي الفلفله هي قطعتها بحال ما هكايا، عندي مطيشه حتى هي قطعتها هكذا، ونسيت البصله غادي نجبدها حتى هي ونقطعها بلاتي نقطعها ونطلقها. مرحب مرحب
دونك انا رجعت معكم. البصله هي حاولت باش نقطعها بحال ما هكا دوائر تكون رقيقه. دابا غادي نبدا في هاد سميتو. اول حاجه غادي نستف هاد الخضره هذه في المول. نتمنى فعلا انكم تجربوا هاد اللطه هذه ديال الحوت بحال ما هكا ديال السردين، تجي بنينه بزاف بزاف وسهله. دابا غادي ناخذ شويه ديال هاد التتبيله هذه ونخلطها مع هادو هما الاولانيين، مع هاد الخضره اللي غادي تبقى لتحت، البصله والدنجال، شويه زعما شويه تقريبا نوعا ما تيشدوا الطياب. من بعد عاد باش غادي ندير الفلفله ومطيشه. دونك هاني استفدت هاد الخضره، غادي نحاول باش ندير عليها حتى هي شويه ديال التوابل. غنجي السرديل دابا غادي نشرملو هنايا، نحاول باش نخلطو كامل مع هاد التتبيله هادي اللي بقات. هادي غنخليها، هادي تلقيتها وسط سميتو، غنخليها تندير بها. دابا كيف ما تتشوفو معايا غناخد نستف هاد السرديل هذا هنايا فوق هاد اللاطا كداير. وهنايا كيف ما تتشوفو تنحاول باش نعمر هاد اللاطا هاد ديالي من الفوق بحال ما هكا السرديل. شاط ليا هذا، غادي ناخذ باش ندير به ندخلو الفران عادي. ها هي اللاطه ديالي ديال السردين. دابا غادي ناخذ ندير فوق منها شويه ديال الزيتون. مرحبا مرحبا يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا. شويه ديال الزيتون غادي نزيد مازال من الفوق واحد المزيود ديال الحروب. صافي، وها هو اللاطه ديالي ديال السرديل. دابا غادي ناخذ ديال الخضره بالسرديل، ها هي كيفاش تجي من التحت. دابا غادي ندخلها للفران من التحت بوحدو حتى تطيب عندي ديك الخضره، وعاد باش نشعل عليها من الفوق. جربوها راه تجي لذيذه بزاف، رائعه بزاف بزاف. مرحبا مرحبا يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك. هي داكشي الباقيه اللي بقات ليا ديال السردين، شديتها درتها فهاد دوزتها في النخاله ودرتها بحال ما هكايا، واللي ما بقى درتو قريصات. تيعجبونا حنا هاد القريصات هادو، حيت هاد القريصات تنزيد فيهم انا مازال ليقامه، نزيد فيهم فلفله مشويه، نزيد فيهم بصيله محكوكه، نزيد فيهم الزيتون بحال ما كنقطع دوائر، وشويه ديال الهريسه، شويه ديال الملحه، المهم تنزيد فيهم مازال شويه ديال التوابل، وتيجيو بنانين بزاف بزاف، تيعجبونا حنايا. المهم انا حاولت باش نديرهم بحال ما هكا كبار باش يكفاوني في باش ندخل غير هاد اللاطه هادي اللي ندخل الفران حدا اللاطه الاخرى ديال السردين. ومن طون هنايا كيما تشوفوا معايا راني تنطيب بطبيطات ديول معايا في نفس الوقت، نطيب هنايا في البطبيطات. انا ترميها وعاد باش نضربها واحد الشويه الضوئية في ها هو البطبوط عندي كي تيجي بالدقيق ديال الشعير، تيجي رائع بزاف بزاف. شوفوا شوفوا من الداخل كي تيجي، نتمنى يكون واضح حيت سخون. ها هو شوفوا كيفاش تيجي من الداخل، تيجي لذيذ بزاف بزاف، الريحه ديالو عافيه تبارك الله. كيداير ما بقيت مازال صورت لكم حتى شي حاجه. يلاه درت هنايا البلبوله هذه ديال الشعير، هي ان شاء الله اللي غندير. ما بقاتش ليا الوقت فين ديال الحريره. هنايا كيف ما تتشوفوا معايا مدايره بركوك شيفور، هذا راه بركوكش اللي سيتحط مع املو. المهم غادي تشوفوني ان شاء الله فاش غنقدمو. هنايا وجدت المسائل، غادي نحضر واحد شويه ديال الشلاضه ديال المطيشه والفلفله والبصله. البطبوط ديالي ها هو نتوما كيفاش تيجي سمر رائع بزاف بزاف. وغادي نحك نحك الباربه باش نعصر معها الليمون ونحطها كسلاد. المهم هادو هما جوج ديال لي سلاد اللي غيكونوا. صافي هادشي اللي كاين. هاد الحسوه هادي ديالي ها هي يا
تتجي رائعه بيان سور بالحليب ديال البقره. وعجنت هنايا المساند الرسمي ديالي انا في هذا رمضان هو الخنفره، ضروري تنحضرها تنصحرو بها حنا ضروري، وتنحطها كذا في الفطور اللي بغى ياخذ شي وحيده ولا كذا. مي ما ضنيتش حيت كاين الحوت على جوج مرات وداك الشيء موحش واش نوصلوا ليها، مي ضروري في السحور تنحتاجوها مدهونه بشويه العسل الزيت مع دانون ولا مع الرايب ولا كذا، تجي رائعه. المهم تتشد النهار بزاف وتنحسوا بالنهار ديالنا داز بخير. هنا راه درت القياس ديال الحرش قدو قد القياس ديال دقيق القمح الكامل، صافي وسميتو. ايوا صافي، هذا الحليب هذا خضر، ما بغيتش نفيضو، انا تيعجبني الحليب خضر واخا تيقول لك تيكونوا فيه لي باكتيري وداك الشيء. المهم مساند صداع لقيت الفطور. صافي انا راه خدامه تنغسل في الماء عن ونستف هنا الليست اللي درتها سميتو الكرافس ما غسلتوش حيت ما درتش الحريره. المهم انتم معايا وجدت، شوفوا كيفاش تيجي، انا تيعجبني بزاف هذا. بركوكس كما تيقولوا لي الناس ديال الشلوح هما اللي معروف بهم، هما اللي معروفين به بزاف، تيجي رائع بزاف ولذيذ وانا تيعجبني تعجبني. هو صافي توحشتو اليوم وقلت باش نديرو، علاش لا نديرو في الطبله ديال الفطور. ها انتم شوفوا كيفاش تيجي رائع بزاف بزاف. غنحط مازال فوق منه الزنفه ديال املو، غنخلي بلاتي تيبرد شويه على باش نحطها، وصافي تيتكال بحال ما هكا، تيجي رائع بزاف بزاف تنأكد عليها. بالنسبه للاطه ديالي ديال السردين بلاتي نوريها لكم، يلاه معايا راني بديت تنوجد في الطبله ديال الفطور. ها هي كيفاش تتجي رائعه، يا سلام. صافي انا كما شفتوا بديت تنوجد في الطبله ديال الفطور ديالي. هنايا هذه الحسوه، ها هي فريمون تجي هي رائعه بزاف بزاف. ايوا صافي والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. إيوا ها انتوما كيما تتشوفو هادشي من بعد ما الحمد لله فطرنا، قالت لي الكوزينه. شوفوا نقول لكم مسرحه كامله بالمواعن، شوفوا كلها روينه ديال المواعن، روينه اللطه ديال السردين جات رائعه بزاف، جباتهم كنا حنا كنت كاع ما نحل الدلاحه وليني بغاوها. هذه خنفره. مهم دابا غناخذ اول حاجه نجمع الحوايج اللي غادي يبقاو نديرهم في السوبر ندخلهم الثلاجه، والحوايج اللي غادي بحال هذا البغرير هذا ديالي ولا هذا الخنفره هذه ديالي خاصني نجمعها. اول حاجه خاصني نجمع هذا الشيء، كل حاجه ترجع لبلاصتها. شوفوا انا عاجنه الخبز ومع ذلك جابوا عاوتاني الخبز ديال برا، ما تمسش ما خرجش حتى من هذه ديالي حيت كلاو مازال غير هذا البطبوط اللي درت انا.
يلا ناخذ نجمع الماء ونجمع الروينه ومن بون طلقه التلفازه نتلاها شويه وبورتابل تكونيكتا. ملي غادي نسالي الروينه نوريكم الشكل ديال الكوزينه بعدا. الحمد لله كيف ما تتشوفوا معايا الكوزينه بعدا كي نقيتها، المعنات تغسلوا كل حاجه سميتو نظفوا داكشي والحق مازال ما رديتش كل حاجه لبلاصتها، هما نخليوهم بحال ما هكا هنايا. المهم ملي تغسلوا تنظفوا البوطه هي تمسحات صافي كلشي هادشي تنظف وداكشي الحمد لله. هذا التريكو اللي كنت لابساه صافي هادشي اللي كاين.